بقى لجنوب مصر في أسوان، ويمكن حضراتكم بتتابعوا من آخر أيام شهر رمضان والأوضاع اللي حاصلة في السودان ومصر وكعادتها الحقيقة. وطن يتسع للجميع وفتحت أبوابها وحدودها للقادمين من السودان. مصر كالعادة بتفتح ذراعها لكل من تعاني أوطانهم من اضطرابات. بنتابع مع حضراتكم طول الوقت وعلى مدار الأيام اللي فاتت وصول القادمين من السودان عن طريق المعابر البرية على الحدود المصرية السودانية جنوب مصر. هنروح مع حضراتكم دلوقتي إلى أسوان وإحدى مواقف السيارات هناك، وهو موقف كركر، وهنتابع مع زميلنا محمد سعيد مراسل قناة دي ام سي موجود هناك عشان نطمن منه على إجراءات نقل القادمين من السودان إلى كافة مناطق مصر وإلى أسوان. وزميلنا محمد سعيد، صباح الخير يا محمد، أهلا بيك من أسوان من موقف كركر، تفضل. تحياتي لكم مشاهدينا من داخل موقف كركر بمحافظة أسوان. الحقيقة هذا الموقف الحقيقة هو يمكن المكان الأول اللي بتتوجه ليه الحافلات بعد مرورها من معبر أرقين أو معبر قسطل. بتتجه الحافلات في اتجاهها إلى مدينة أسوان هنا إلى الموقف كركر، ومن هنا بيقدروا إن هم ياخدوا بقى مواصلات أخرى أو حافلات أخرى لنقلهم سواء لداخل أسوان أو لمحافظات أخرى. اللي غالبا بيكون أغلب التوجه من داخل موقف كركر بيكون الى القاهره وهي العاصمه. احنا الحقيقه شايفين داخل الموقف عمليه تلاحم كبيره جدا ما بين كل العاملين، سواء المنتمين لاداره الموقف او اللي بيعملوا فيه داخل الجهاز الاداري في الموقف، وايضا كمان مع الشباب النوبي والاسواني. الحقيقه كل المجموعه دي كلها بتحاول انها تساعد الاخوه السودانيين بشكل كبير جدا بتوفير وجبات غذائيه، بتوفير مناطق حتى للسكن لبعض الاسر اللي جت وما كانش عندها اي معارف داخل مصر، او ان هم لسه بيتدبروا حالهم ويشوفوا ممكن يقدروا ازاي يعيشوا في مصر خلال الفترة اللي جاية. الأسر النوبية والأسر الأسوانية هنا من أهالي مصر قاموا بالدور ده بشكل كبير جدا، واستضافوا الأهالي السودانيين هنا في منازلهم الحقيقة، وكانت الإقامة احنا سمعنا الحقيقة كلام كتير من كل المواطنين، ولكن ربما الإخوة السودانيين عندهم بعض الحساسية من الحديث نظرا للحالة، طبعا بالتأكيد الحالة المأساوية داخل السودان والخوف والرعب اللي كان موجود. فأغلب الأسر السودانية الحقيقة عندها شوية تخوف أو حذر أو عدم رغبة في الظهور في هذه الأوقات، وإحنا بنقدر ده بشكل كبير. فلذلك إحنا كنا بنرصد الصورة وبنحكيها لكم، التلاحم اللي موجود والشباب المصري اللي موجود من شباب أسوان الحقيقة كانوا موجودين وبيقدموا خدمات مختلفة كمان بالإضافة للخدمات الغذائية والخدمات العادية، حتى على مستوى تقديم بعض خطوط الشبكات المحمول الداخلية داخل مصر للإخوة السودانيين الموجودين داخل موقف كركر. كمان الخدمات المقدمه بقى من الحكومه المصريه ومن الدوله، وزاره الصحه وفرت هنا داخل موقف كركر عدد من العيادات المتنقله لتقديم خدمات طبيه سريعه لكل من ياتي الى موقف كركر. بالتاكيد الخدمات الطبيه متلاحقه من دخولهم ارض مصر من عند معبر ارقين او معبر قسطل، هناك عربات الاسعاف والخدمات الطبيه من الهلال الاحمر المصري، وصولا الى هنا في موقف كركر ايضا كمان هناك خدمات طبيه اخرى وعيادات متنقله، وبالتالي توفير الصحه لكل الوافدين اللي جايين لارض مصر ده كان شيء ضروري جدا حرصت عليه الدوله. وكمان هنا الشباب بيحاولوا يساعدوا بشكل كبير، يمكن اجواء درجه الحراره المرتفعه بتجبر عدد كبير من الشباب ان هم يوزعوا زجاجات المياه البارده الحقيقه، بيسقعوها بالثلج وبيعملوا مجهود كبير جدا ان هم يوفروا كل سبل الراحه عشان يحسسوا كل الوافدين من السودان ان هم مش في غربه، هم في بلدهم. والحقيقه روح كبيره جدا من التكاتف احنا شايفينها داخل موقف كركر اللي هو نقطه تحول بعد عبورهم من المعبرين سواء قسطل او ارقين، هو نقطه تحول هو موقف كركر، تحول بقى للوجهه القادمه سواء للقاهره او لمحافظه اخرى او مدينة أسوان. دي يمكن أغلب الرؤية اللي احنا حابين ان احنا نوضحها لكم النهاردة من داخل موقف كركر. عودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا طبعا زميلنا محمد سعيد مراسل لقناة دي ام سي كل هذه المعلومات.